مكان يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي العليم. وفي يوم من الأيام كان في كلب اسمه زغلول، تعالوا معايا نشوف إيه حكايته. كان في كلب متشرد، الكل بينادي عليه ويقول له يا زغلول. زغلول كان واقف تحت ظل شجرة واخد راحته قوي، وبطنه كانت بتكركر منه. وفجأة عربية القمامة عدت من قدامه وهي محملة حاجات كتيرة قوي، وراحت معدية على صخرة في الطريق، فوقعت منها حتة لحمة كبيرة. وطبعا زغلول كان واقف مراقب، فقال الله الله حتة لحمة كبيرة، وطلع يجري بسرعة علشان ياخدها قبل ما حد يسبقه. وخدها بسرعة وأكل حتة منها. وقال زغلول أخبي الباقي بقى الأيام الجاية عشان أكلهم لوحدي. فراح علشان يحفر حفرة، وأتاري فيه غراب مستنيه واقف على الشجرة ومراقبه. الغراب، أنا شفتك يا زغلول، اديني حتة لحم علشان أنا ميت من الجوع، أكيد مش هتاكلها لوحدك يعني. رد زغلول وقال له أنت عاوز تشاركني فيها؟ ده بعينك يا غراب، امشي من وشي لأعمل منك بفتيك. وقعد زغلول يهوهو عليه وسابه وطلع يجري. ومشي زغلول في طريقه وهو بيدور على مكان يخبي فيه اللحم. وهو ماشي قطع طريقه كلب ضعيف هيموت من قلة الأكل. الكلب الضعيف وقف زغلول وقال له أرجوك يا زغلول اديني حتة لحم، هموت من الجوع، أنا جعان قوي قوي. رد زغلول وقال له أنا تعبت جدا عشان ألاقي حتة اللحمة دي، أنت مجنون؟ لا يمكن أديك حاجة منها، روح اشحب بعيد عني. وسابوا زغلول يدور على المكان المناسب. وقعد الكلب الضعيف يعيط من شدة الجوع، وزغلول في طريقه علشان يخبي اللحمة مر على نهر، فشاف كلب ببقه حتة لحمة كبيرة، فقرر ياخدها منه. ففتح بقه علشان ياخدها منه ويهوى عليه، وقعت حتة اللحمة في المية، ووقع زغلول معاها وبقى يصوت ويقول الحقوني الحقوني أنا بغرق أنا بغرق. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. إيه العبرة بقى يا صحابي من القصة دي؟ إن الطمع بيقل ما جمع، وإن البخل والأنانية أخرتهم وحشة جدا. فما تبقوش زي صاحبنا زغلول.